هل يجوز للأخوات الاشتراك في المظاهرات أم لا يجوز؟ لأن البعض استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فأقول بالله تعالى التوفيق: لا يجوز لهن ذلك. وفيما هو أجل من ذلك وأعظم، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور، حج مبرور. ولقد قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا وقرن في بيوتكن. فالمرأة لا تشارك في التظاهرات. أما حديث النساء شقائق الرجال فليس هذا محله، إنما كان سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: نعم، تغتسل إذا رأت الماء، النساء شقائق الرجال، يعني في هذا الجانب والله أعلم. أما الرجال فلهم أمور يختصون بها، والنساء لهن أمور يختصن بها، والله أعلم.